يعني انت حاليا كان مطلوب مني انا اعمل هنا لوحة جدارية، مستحيل انا اجي ارسم يعني اللي هو مناظر وجبال وشلالات ومناظر جميلة واحنا منعاني، فلازم نعبر عن ما عندنا من معاناة من ألم من حرمان. يعني بهاي الرسمة شغالة بسيطة جدا، انا اخترت شغلة سريعة نعبر عن حتى يعني العجوز هاي اللي عمرها بلغ طبعا من خلال انه فوق 70 ممكن 80 سنة مستحيل تنسى، لسه املها انها ترجع. احنا فكرة الاحتلال والمقاومة كل مالها بتكبر، ما بتتلاشى مع مرور الوقت، يعني مستحيل بالعكس بتزيد. الرسمة اللي رسمتها بتعبر عن المرأة الفلسطينية، كيف نظرتها للحياة، نظرة أمل حتى لو كان في صعوبات في حياتها، إلا إنها بتضلها نظرتها تفاؤل وأمل، لأنه بيقع عليها المجتمع طبعا وهي نصف المجتمع. يعني أنا بحس لما أرسم على الجدار بحس كأني أنا هذا الجدار بدي إلي، بدي أظهر كل موهبتي فيه، بدي أقدر أجتاحه، كيف إني أنا اللي أشكله زي ما أنا بدي. طبعاً كيف على حسب ما أنا درست وعلى حسب كيف إني أنا بتوزيع الألوان، طبعاً هذا كله بيكون عن دراسة.